دوراته مهمة. المركز الكاثوليكي يعني هو أعرق مهرجان سينمائي اتعمل في مصر، فكل التحية والتقدير ليهم كجهة دينية بتهتم جدا بالإنسانيات وبتحترم الفن وقيمته وتأثيره على الإنسان. اللي بيقول كده هو إنسان جاهل وعايز من الفن الجزء التافه أو الجزء المسلي، لكن مش عايز الفن اللي ليه أثر في المجتمع، اللي ممكن يغير حياة الناس، اللي ممكن يفيدهم ويعلمهم، اللي ممكن ينتقد الأخطاء بس عشان نصلحها، اللي ممكن يبقى قدوة لناس كتير، اللي ممكن يفهمهم. يعني في فن بيفهمك، بيفهمك تاريخك، بيفهمك سياستك، بيفهمك ظروف بلدك، بيفهمك ظروف الآخرين والبلاد الأخرى بتنفتحي على العالم. فاللي يقول أفلام المهرجانات هي أفلام يعني ما يشوفهاش هذا هو الجاهل. هو أميز ما فيه اللي عجبني أنه عدد حلقاته قليلة، أنه كل موضوع بيطرح من غير إضافات اللي هي فيها المط والتطويل والأشياء الفرعية اللي ملهاش لازمة لمجرد أنه عشان يبقى فيه عدد حلقات طويلة. فالحقيقة كان مكتوب بحرفية شديدة، شهيرة سلام هايلة. أمير رمسيس فنان بجد، فنان قوي. وأمير رمسيس بالنسبة لي اكتشاف، يعني هو اشتغل كتير لكن هو اكتشاف ككاتب، لأنه هو كمخرج أنا شفت له أعمال وأعماله كلها جميلة ومميزة، بس هو ككاتب الحقيقة فاجئني بموضوع جديد محدش قدمه خالص قبله. على فكرة الموضوع ده قعدت أبحث، ده لا تقدم في مصر ولا برا مصر ولا في أي مكان.